المخالفة ستكون خطيرة للفلاحي. كادت تمر بين أرجل الحارس هشام زاير. عادة في عالم كرة القدم الاهتمام تاع لوغرون بيبليك ووسائل الإعلام يكون مركز بدرجة كبيرة على المهاجمين اللي يسجلوا الأهداف ويصنعوا الفرجة فوق المستطيل الأخضر بمراوغاتهم ومهاراتهم الكبيرة. بصح دائما ننساو حراس المرمى اللي عندهم دور مهم فوق التيران، ومن بين لي غارديان بيوت اللي داروا اسم في البطوله الوطنيه وتنبؤوا لي سبيسياليست تاع الفوتبول الجيريان بمستقبل كروي واعد، هشام مزاير حارس المرمى المشاكس وواحد من بين احسن الحراس تاع الجزائر في وقته رغم كاع المشاكل اللي صراو له في لاكارير ديالو. زاد محمد هشام مزاير في 16 اكتوبر 1976 بولايه تلمسان وعاش طفوله صعيبه بعد ما فقد الوالد ديالو، الامر اللي خلاه يخدم اي خدمه حليليه باش يعاون الاهل ديالو. الحكايه تاع هشام مع الفوتبول بدات وهو بعمر 10 سنوات تزامنا مع مشاركه الفريق الوطني في مونديال مكسيكو 86، والتم وين تاثر بزاف مزاير بالاداء تاع الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد، وكان كي يخرج يلعب في سطات تاعهم تو يسيي يدير نفس لي باراد اللي كان يديرهم دريد مع ليكيب ناسيونال. عوام قليله مور مونديال مكسيكو وبالتحديد سنه 89 الموهبه تاع هشام راح تبدا بالبروز وهو بعمر 13 سنه برك، وهذا بعد ما شارك في احد الدورات تاع الرياضه المدرسيه والحق مع الفريق ديالو للنهائي اللي لعبوه في سطات تاع بيروانا وهو نفس الملعب اللي ريسوفيو فيه ليكيب تاع وداد تلمسان. وهنا صرات ديكليك بعد ما شافوا المسيرين تاع الواط باللي هذا المصغر عنده دي كاليتي تكنيك كبار اللي يقدر يروح بهم بعيد. وكما كان الحال هشام التحق بفريق الاوسط تاع الوداد في الموسم الكروي 1989-1990. بصح مالغري صغر سنه الا ان لامورفولوجي القويه اللي كان يتمتع بها هشام خلاته يكون بمثابه الحيط في وجوه لي زافونسونتر اللي من نفس لاكاتيجوري تاعو. هذا الامر اللي خلى المرحوم مهدي سرباح واللي كان المدرب تاع الحراس في ليكيب ناسيونال هذاك الوقت يعجب بزاف بالمهاره تاع هشام، والحق وين خلاه يدرب مع حانيشاد وعاصمي اللي كانوا لي دو غارديان برينسيبو تاع الفريق الوطني في بدايه التسعينات. الموسم الكروي 1994-1995 مزاير يلعب اول مباراه رسميه له مع وداد تلمسان واللي كانت ضد اتحاد البليده في ملعب بركني، ورغم خساره الواط كونتر اليو اس ام بي بنتيجه هدف لصفر الا ان هشام قدم مباراه في المستوى. هذا الماتش اللي كان بمثابه ان بوينت تورنو في لاكارير تاع لو جون غارديان بعد ما قرر عبد القادر عمراني اللي كان مساعد المدرب اليبوك ترقيه مزاير بصفه رسميه الى صنف الاكابر. ومع جيل مميز من اللاعبين كيما علي دحلب والقائد خير الدين خريس، هشام كتب التاريخ مع وداد تلمسان سنه 1998 بعد تتويجه مع احفاد الزيانيين بكاس الجمهوريه والكاس العربيه للانديه البطله بعد الفوز بنتيجه 3-1 ضد نادي الشباب السعودي صاحب الارض والجمهور. وفي هاد لا كومبيتيسيون مزاير دا تيتر تاع لو ميور غارديان عن جداره واستحقاق كما تم ترشيحه من بين احسن الحراس في افريقيا هذاك الوقت. هذا الشيء اللي خلى سعيد عليق الرئيس السابق تاع اتحاد العاصمه يخطف خريج وداد تلمسان بعد ما كان قريب من التوقيع مع الغريم مولوديه العاصمه. ومع المسمعيه هشام فرض نفسه بقوه وكان احد اهم الركائز الاساسيه تاع الجيل الذهبي للاتحاد اللي حقوا الدوبلي سنه 2003 رفقه ارماده من اللاعبين على غرار عمار عمور، زيري بلال وحسين اشيو. لكن رغم تألق مع لي روجينوار إلا أن مسيرة هشام مزاير مع الفريق الوطني كانوا فيها بزاف مشاكل، ولعب 30 مباراة دولية برك مع الخضر في الفترة الممتدة بين 1998 إلى غاية سنة 2006، وبالك بزاف منكم يشفع الاستبعاده في آخر لحظة من كان 2004 والعلاقة المتوترة بينه وبين الناخب الوطني السابق رابح ماجار، بالإضافة للعقوبة اللي تعرض لها من طرف الفاف سنة 2010 بعد مشاحنات مع رئيس الاتحادية السابق محمد روراوة. بالرجوع لمشواره مع الأندية فإن هشام مور تجربة الاتحاد لعب في بلوزيور كلوب على غرار شباب الوزداد، وفاق سطيف، اتحاد عنبة، ومولودية وهران. بصح اللي يعرفوا المستوى تاع مزاير يقول باللي هذا الحارس كان قادر يلعب في أكبر الأندية الأوروبية. وانتم ما في رايكم وشنو هي الاسباب اللي ما خلات هشام مزاير يحترف في اوروبا؟